بس لحظة، أنا عايز أفهم، هو التغيير بتاع أروخو ده تغيير فني ولا تغيير عشان أروخو مصاب؟ عشان ده لو تغيير فني تبقى مصيبة سودة. أنت مطلع أروخو ومخلي إيريك جارسيا في الملعب ومخلي منجزي في الملعب. أه هو مشروع إسباني أه، بس مش للدرجة دي يابا. يعني مفترض إنك تشوف إن المشكلة في منجزة وفي لعيب زي إيريك جارسيا، إن الراجل اللي هو هوجو دياز جه من وراه وحط الجون ده في الكرة العالية، بسم الله ما شاء الله. يعني إيريك جارسيا أكبر نقطة ضعف ومنجزة تايه أساسا، تيجي مطلع أروخو اللي هو أطولهم وأكتر لاعب فيهم بيعرف يتعامل مع الكرات العالية. وبعدين معلش، يعني موضوع إن يبقى عندك لعيب عنده 38 سنة وطالع مان أوف ذا ماتش النهاردة، دي حته فيها ريسبكت كبير جدا لداني الفش، وطبعا حته فيها تقليل كبير جدا من كل اللعيبه الموجودين جوه الملعب، لان احنا قاعدين نتكلم ان احنا بنضحي الموسم عشان الجواهر والعيال الصغيره. انما انا مؤاخذه، لما نلعب ضد فرقه درجه ثالثه احنا نفسنا مش عارفين ننطق اسمها، ونبقى منظرنا جوه الملعب حاجه اخر مسخره. الشوط الاول والشوط الثاني اول تغيير تيجي مغير لي بيكيه مكان اروخو، انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت عايز مني ايه بجد والله؟ وبعدين خد تعالى برضو، مش ده عثمان ديمبلي اللي الماكينه الاعلاميه بتاعتكم كانت شغاله عليه اخر اسبوعين عشان مش راضي يجدد وعمالين تسلخوا فيه؟ ده انت طلعتوه مريض نفسي يا راجل. هتقول ايه بعد ما جاب الجون النهارده؟ الواد فيران جوتيلا ده جاب جون عالمي. طب بالنسبه لدمبوز، لا دمبوز لعب في الجون، الجون ما صداش كويس، الكره كانت سهله وتطلع. ايوه يا ولاد الجزمه، مشروعنا بسم الله مش واضح انه مشروع رائع 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 رائع. يعني النهارده بنلعب 3 1 4 2، شكلنا الهجومي كان حلو. لا لا، شكلنا الهجومي كان من البستيني. بنلعب ضد فرقه درجه ثالثه جايين ناخد ثقه عليهم، بالعكس جينا سيطناهم. اللي هو اول 10 دقايق مش عارفين نقف في الملعب صح، اصور فيديو وارفعه انزل الاقي ان احنا خسرانين 1-0. اعمل فيكم ايه طيب؟ العب ضد مين طيب عشان اعمل سكور؟ العب ضد مين؟ حرام عليكم، انت بتخليني اقعد اقول الله يرحم ايامك يا فالفيردي. وبعدين معلش، يعني احنا قاعدين نقول الياس خماش الياس خماش الياس خماش، بس الولد بيقدم اداء كويس. وبعدين برضو لو جينا نبص كده على البدلة بتوعنا، يعني للامانه يعني فرانك ديونج كان كويس في الوقت اللي هو نزله ولعب مكاريكي بوج، بس للاسف فرانك ديونج طبعا راح متعور على طول وراح يلا بدري بدري تلت ساعه ولعبناها ونطلع. نزل مكانه الفارو سانشيز، الولد ده كويس. يعني بص، هو جسمه كده قليل وسوفنتوف وتحس ان هو عنده كوره، بس للاسف موضوع الجسم ده احنا قعدنا نقول كده على ريكي بوجو، سبحان الله واضح ان كومان طلع شهادته فيه كانت على حق. وعثمان دمبوز، هم نزل 4 تغييرات، دمبوز والفارو سانشيز وفرانك ديونج وجيرارد بيكيه طبعا. وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا ان احنا نطلع كسبانين النهارده، عشان خاطر ما شكلنا ما تبقاش عره قوي ونطلع حتى في البطوله دي. يعني كوبا دريد احنا جايين ناخد البطوله دي، نطلع من اول مباراه ضد فرقه درجه ثالثه، عيب عيب. متعبت والله تعبت، سنعمل ايه؟